Missile attacks, ground forces and special forces from multiple directions, targeting military infrastructure. ويضع حياة الكثير من الناس في خطر بهجمات جوية وصواريخ وقوات على الأرض وقوات خاصة من جهات متعددة تستهدف البنية التحتية العسكرية والعديد من المراكز المدنية الكبرى. هذا طبعا خطة كان مخططا لها من قبل وبدم بارد. رغم الإنكارات والمعلومات المضللة فإن نية الكرملين واضحة للعالم حتى يراها. قيادة روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحركاتها المتهورة وعن حياة الناس الذين قتلوا. الناتو يندد بغزو روسيا لأوكرانيا بأقصى العبارات، إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحرك عدواني ضد دولة مستقلة ومسالمة وذات سيادة وتهديد جدي للأمن الأطلسي. نحن ندعو روسيا لأن توقف عملياتها العسكرية فورا وتسحب قواتها من أوكرانيا وتختار الدبلوماسية. ندعم تماما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. روسيا تستعمل القوة لإعادة كتابة التاريخ ولتحرم أوكرانيا من طريقها المستقل والحر. مهمة الناتو هي لحماية والدفاع عن كل الحلفاء، وهذه هي المهمة الأساسية. لا ينبغي أن لا يكون هناك أي هامش لسوء الحسابات أو سوء الفهم. وإذا كان هناك هجوم ضد واحد سيعتبر هجوما ضد الجميع. هذا هو ضماننا الأمني المشترك. اليوم مجلس الناتو قرر أن يفعل خططنا الدفاعية، وذلك بناء على أوامر من الجنرال ترود ووترز، وهذا للدفاع عن حلفاء أنفسنا. وأيضا هذا سيسمح لنا بنشر قدرات وقوات من ضمنها قوة الاستجابة الناتو حيث يلزم. وفي الرد على الهجوم أو على الحشد العسكري الكبير، فإننا نقوي دفاعنا الجماعي في البحر وفي الجو وعلى الأرض. وفي الأسابيع الماضية الحلفاء من أمريكا الشمالية وأوروبا نشروا آلافا إضافية من القوات في الجانب الشرقي ونضعوا الكثير على الاحتياط. لدينا أكثر من 100 من الطائرات في حالة إنذار، وأكثر من 120 أيضا من السفن في البحر من الشمال إلى المتوسط. وكل هذا يظهر بأن التزامنا الدفاعي صارم. سنستمر في فعل كل ما هو ضروري لحماية الحلف من العدوان. لقد دعوت لأن يكون هناك لقاء لقادة الناتو غدا لرؤية ما نفعله في المستقبل. روسيا الآن تواجه تكاليف وعواقب كثيرة يفرضها كل المجتمع الدولي. هدف الكرملين هو لإعادة إقامة مناطق نفوذها وأيضا لتغيير القوانين الدولية التي حفظت الأمن على مدى عقود ولمهاجمة المبادئ التي نكن لها تقديرا كبيرا. الأمن لا يمكن أن يؤخذ هكذا مجانا. الحرية والديمقراطية تواجه الآن الاستبداد. هناك تنافس استراتيجي يتزايد، وعلينا أن نرد وبحزم جديد وبوحدة قوية، أمريكا الشمالية وأوروبا في الناتو. نحن في حلف لثلاثين ديمقراطية تقف كواحد. سنحمي شعوبنا وقيمنا. الديمقراطية دائما ستنتصر على الطغيان، والحرية دائما ستنتصر على القمع. والآن سأخذ بعض الأسئلة.
will go to Interfax Ukraine. الأمين العام، كلنا نعلم بأن الناتو لن يقاتل من أجل أوكرانيا، ولكن هل تفكرون الآن أو تعتقدون بأن الناتو ينبغي أن يصنع أو يقيم تحالفا ضد بوتين؟ موقف ناتو يقف متضامنة مع أوكرانيا، وطبعا نحن قلنا بأنه ستكون هناك تكاليف كثيرة لروسيا لغزوها المتهور لأوكرانيا. حلفاء الناتو وبتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين كلهم الآن يفرضون عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا لإظهار بأننا نقف في جبهة واحدة والتكلفة ستكون غالية لروسيا. حلفاء الناتو أيضا قدموا على مدى طويل دعما عمليا وعسكريا لأوكرانيا، وساعدناهم في بناء جيش أكثر استعداد وقوات أفضل مما كان عليه الحال في 2014. وأود أن أقول هنا باحترافية الجيش الأوكراني من النساء والرجال الذين يقفون في وجه العدوان الروسي، نثمن دورهم، نستمر في الوقوف معا بالتنديد بهذا الغزو الشامل لأوكرانيا، و الحلفاء يقفون معا في إرسال رسالة بأننا لن نقبل الانتهاك العنيف والوحشي للقانون الدولي الذي نراه يحدث مع غزو روسيا لأوكرانيا. هل لديكم أي معلومات تشير إلى أن حلفاء الناتو يواجهون تهديدا مباشرا من روسيا؟ وهل ينظر الناتو في تدخل ربما عسكريا في أوكرانيا؟ الناتو هو أقوى حلف في التاريخ، ولا تخطئوا، فإننا سندافع وسنحمي كل حليف ضد أي هجوم وعن كل شبر في أراضي الناتو. ولذلك لقد زدنا حضورنا في الجانب الشرقي من الحلف بآلاف من الجنود والسفن والطائرات في الأسابيع الأخيرة لإرسال رسالة واضحة بأن هجوما ضد واحد سيعتبر هجوما على كل الحلف. ونفعل هذا ليس للاستفزاز ولكن لتجنب الأزمات والنزاعات، وهذا ضروري لأننا نرى التحركات العدوانية لروسيا ضد أوكرانيا، ولذلك الحلفاء سيضمنون بأنه لن يكون هناك أي سوء حسابات للهجوم على أي دولة عضو في الناتو. السيد الأمين العام، في تصريحكم قلتم بأننا قد أرسلنا قوات إضافية وزدنا حضورنا واستعدادنا العسكري، هل اليوم هناك قوات أكثر كنتيجة طبعا للغزو الذي حدث، أم أنكم تذكرون ما قد كنتم قد قررتموه قبل هذه الأحداث، وهل تكون لديكم القدرة الآن لجمع القوات من دون العودة للحصول على تفويض، وهل أنتم مستعدون للجلوس مع الرئيس بوتين أو ممثل الحكومة الروسية بعد هذا، أم أنكم قد علقتم عرضكم بإقامة محادثات عن قضايا أخرى؟ هذا الغزو طبعا ليس مفاجأة، لقد حذرنا من هذا قبل أشهر، وللأسف فإن ما حدث هذا الصباح وفي الليل كان شيئا، كانت مخابرات الناتو قد توقعته منذ وقت طويل. لقد دعونا لروسيا لأن تتواصل في الجهود الدبلوماسية، ولنقول لروسيا بأنه ستكون هناك عقوبات اقتصادية قاسية إذا غزوا أوكرانيا أكثر، ولكن ما حدث في الساعات الأخيرة يظهر بأن روسيا ورغم جهودنا الدبلوماسية ورغم التهديد بالعقوبات الاقتصادية قررت مرة أخرى بأن تغزو أوكرانيا. ولكن
بما أننا كنا قد نحذر من هذا منذ وقت طويل، فإننا أيضا اتخذنا خطوات حذرة لتحذير أنفسنا، ولذلك فإنه خلال الأشهر والأسابيع الماضية زدنا حضورنا وللقوات ناتو في الجانب الشرقي من الحلف. هناك قوات أكثر على الأرض وأيضا في الجو وفي البحر، وفي الأيام أو الأسابيع المقبلة ستصبح أكثر وستزيد أكثر حتى نزيد ونحن نزيد حضورنا في الجانب الشرقي من الحلف. واليوم طبعا فعلنا ما يلزم حتى نعطي سلطة أكثر لنقل قوات أكثر ولنشر قوات أكثر حين نحتاج إليها، وهذا يمكن أن يكون أيضا ضمن قوات الاستجابة للناتو. نحن مستعدون، ولكن ما نفعله هو دفاعي ولا نبحث عن نزاع. نحن نريد تجنب نزاع وأي هجوم ضد حليف عضو في الناتو. لقد تواصلنا مع روسيا على مدى أسابيع وأشهر، وما رأيتموه هو أن الروس أو أن رسالة روسيا كانت بأنهم لم يأخذوا هذه المحادثة على محمل الجد، ولهذا نحن نريد البحث عن حلول سياسية، ولكنهم كانوا يخططون لهذا الغزو، وحين كنا نريد نبحث عن حلول سياسية كانوا يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع يزيدون حضورهم العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، والآن أطلقوا هذا الغزو. إذن روسيا أغلقت الباب للحل السياسي. نحن نأسف لهذا الأمر، ولكن للأسف هذا هو الواقع، والذي طبعا له تداعيات قاسية على شعب أوكرانيا ويؤثر على أيضا على أمننا جميعا، ولذلك فإننا زدنا حضورنا العسكري في الجانب الشرقي من الأطلسي. شكرا جزيلا. الأول أود أن أسمع عن ردك بشأن ما قاله الرئيس بوتين هذا الصباح حين أعلن عن العملية العسكرية، وقال بأن أي دولة ستتدخل ستواجه تداعيات أكثر مما شهده التاريخ، وهو طبعا ربما تهديد بهجوم نووي. إذن أرجوكم، ما هو ردكم؟ طبعا هو لم يحدد التدخل. والسؤال الثاني بسيط، هل يمكن للناتو والاتفاق الناتو وروسيا يمكن أن يفعل؟ الخطاب التهديدي من قبل الرئيس بوتين والتحرك العدواني من روسيا، بكل تأكيد هذا هو سبب للقول بأننا نواجه خطرا جديدا لأمننا، ولذلك علينا أن نتواصل مع كل حلفائنا من كثب، وسنفعل ذلك غدا حين يلتقي الزعماء في القمة الافتراضية. ماذا يعنيه هذا لعلاقتنا طويلة الأمد مع روسيا؟ كيف يمكن أن ندافع عن حلفائنا في هذا الواقع الأمني الجديد؟ وكيف يمكن أن نضمن بأننا نحترم حقوق المبادئ مثل الحرية والديمقراطية التي تواجه النظام الاستبدادي في روسيا، النظام الذي هو مستعد لأن يواجه مبادئنا ويستعمل ويهدد ويستعمل القوة لدفع الدول لفعل أشياء ترضيه. هذا سيكون له تداعيات على أمننا وعلى كيفية ردنا، وعلى أيضا على علاقتنا وتطورها مع روسيا. إذا ستكون هناك واقع جديد، ستكون هناك أوروبا جديدة بعد الغزو الذي رأيناه اليوم، ولذلك فإنني أرحب بحقيقة بأننا ننسق معا من كثب ونعمل معا أيضا في الناتو. وقفنا معا في التهديد أو في التحذير من الخطط الروسية، ووقفنا معا في التواصل مع روسيا ومحاولة منع هذا الهجوم، والآن سنقف معا للرد على هذا الهجوم، وهذا ما نفعله. هذا كان السؤال. والسؤال الثاني، هذا جزء الذي علينا أن ننظر فيه. ستكون هناك واقع جديد ومختلف، But we will have an important discussion among leaders tomorrow.
okay. Thank you for the question. Mr. Secretary General, today Ukraine has called on Turkey to close the Bosphorus and the Dardanelles Straits for Russian vessels. Is that an action that was discussed in this morning's meeting? And are there other similar actions that have been discussed today? That was not discussed in the meeting. ذلك لم يتم الحديث عنه اليوم. طبعا تركيا حليف في الناتو ولديها دور كبير فيما يخص مضيق البوسفور، ولكن لم يكن ذلك مطروحا في اجتماع اليوم. ما تحدثنا عنه اليوم عن الحاجة لتفعيل معاهدة الدفاع ووضع الخطط التي تسمح بنقل القوات بسرعة للأماكن التي تحتاج إليها، وأيضا حيث أصدرنا بيانا للتنديد جماعيا بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا أعلننا بأنه ستكون هناك قمة افتراضية غدا للزعماء. Dan Michaels, Wall Street Journal. Thank you for the question. شكرا. Could you talk a little bit more? هل يمكن الحديث أكثر عن تفعيل الخطط الدفاعية أو المعاهدة الدفاعية؟ Thank you. هذه الخطط هي خطط طورناها على مدى سنوات لضمان بأنه ستكون هناك خطط موجودة للرد على الأزمات التي نواجهها اليوم، وهي خطط دفاعية وحذرة وخطط تغطي كل الشرق، شرق الناتو من الشمال إلى المتوسط، وهي تعطي القياديين العسكريين سلطات أكثر داخل طبعا أو في ضمن إرشادات سياسية وأطر سياسية لنقل القوات حيث نرى بأنها ضرورية، وهذا ما اتفقنا عليه اليوم. إذن هذه كما قلت هي خطط دفاعية لضمان بأن لدينا قوات تكفي ومستعدة في المكان المناسب في كل أوروبا. هل تم تفعيلها سابقا؟ لا أعرف ما إذا كان يمكن أن أرد على السؤال لأنه لم يذكر هذا، أقول فقط بأننا فعلناها اليوم فقط. هل قوة الاستجابة للناتو داخل أوكرانيا اليوم؟ لا، ليس هناك أي قوات قتالية للناتو في أوكرانيا. نحن أوضحنا بأنه ليس لدينا خطط أو نية لنشر قوات ناتو في أوكرانيا، ولكن ما أوضحنا هو أننا قد زدنا أو أننا نزيد حضورنا العسكري في الجانب الشرقي في أراضي الناتو. أوكرانيا طبعا هي شريك غال بالنسبة إلينا ونقدرها كثيرا، ساعدناهم في بناء قدرات عسكرية متطورة، وعلى أيضا ساعدناهم في تدريب الجيش وتقوية القوات قواتهم، ساعدناهم في تعزيز دفاعاتهم، ولكن ليس لدينا قوات للناتو في أوكرانيا، وليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن نحن هناك فقط للدفاع عن حلفائنا. نحن ندعم أوكرانيا ونقدم ضمانات أمنية لحلفاء الناتو، وأظهرنا ذلك الالتزام بزيادة حضورنا العسكري في الجانب الشرقي من الناتو فقط. وربما سؤالان فقط عبر الأونلاين. شكرا الأمين العام. سؤالان سريعان. هل لديكم تواصلات لنزع فتيل التوتر مع القوات الروسية؟ هل هذه التواصلات تستمر؟ العديد من دول الناتو تريد ربما أن تحافظ على إمداد الأسلحة لأوكرانيا، هل تعتقدون بأن هذا ربما خطر لأن يكون هناك نزاع بين الناتو وروسيا؟ وأين ترون
مخاطر ربما الصدام بين روسيا ودول الناتو التي يمكن أن تؤدي إلى الأسوأ. لقد زدنا حضورنا في الجانب الشرقي وفعلنا خطط الدفاعية للناتو لنضمن بأن لا نرى انتقالا للنزاع إلى أراضي الناتو، لأنه ما دامت روسيا تعلم بأن هجوما على حليف في الناتو سيؤدي إلى رد من الناتو فلن يهاجموا، لأننا أقوى حلف في التاريخ، وأننا نقف معا وأوضحنا بأننا ملتزمون بدفاعنا الجماعي، وهذه أفضل طريقة لتجنب أي هجوم أو أي انتقال للنزاع إلى أو المأساة والهجوم البغيض الذي رأيناه اليوم في أوكرانيا بأن لا ينتقل إلى دول الناتو. حلفاء الناتو قدموا الدعم لأوكرانيا بالعديد من الطرق على مدى سنوات، وخاصة منذ 2014 ساعدناهم في تعزيز دفاعاتهم وببعض النشاطات الدفاعية، وبالإضافة إلى ذلك والعديد من القدرات لتقوية القوات البحرية وقواتهم عموماً. وبالإضافة إلى هذا الناتو، حلفاء الناتو أيضا قدموا معدات عسكرية من ضمنها أسلحة دفاعية والعديد من الأمور الأخرى كالتدريب. طبعا الأمر سيتطلب قرارا وطنيا، هذا يعود إلى دول الناتو كل واحدة على حدة. نظن بأنه من المهم بالنسبة إلينا نزع الفتيل. كانت هناك اتصالات بين قياديين العسكريين وبين روسيا، سنستمر دائما في التواصل معهم حتى نفعل لكل ما في وسعنا لخفض التصعيد. Yes, this is Teija Sutinen from the newspaper Helsingin Sanomat. What is your message? ما هي رسالتكم لفنلندا والسويد في هذا الوضع؟ على الأقل في فنلندا هناك محادثات بشأن الالتحاق بالناتو، هل تظنون أن هذا واقعي؟ فنلندا والسويد شريكان مقربان، وطبعا هناك رسالتان واضحتان بأنهما حتى لو لم تطالب بالانضمام اليوم فالناتو لن يوقع على أي اتفاقيات مع روسيا بناء على ما اقترحته روسيا بأن يكون هناك اتفاق ينهي توسع الناتو في المستقبل. إذن السويد وفنلندا بالنسبة إليهما هذه قضية تعود إليهما ولهما الحق السيادي في اختيار طريقهما، ربما في المستقبل حتى ليطالب بالانضمام إلى عضوية أو إلى الناتو. إذن هناك رسالتان واضحتان بأن هو من المهم أن لا نساوم على مبادئنا الأساسية ومن ضمنها احترام قرارات الدول، ما إذا كانت تريد الانضمام إلى الناتو أو لا تنضم إلى الناتو. الناتو يحترم تلك القرارات بغض النظر عما إذا كانت طلب أم لا. نحن بكل تأكيد نقدر الشراكة الوثيقة مع فنلندا والسويد، وفنلندا والسويد طبعا نحن نعمل معهما دائما وعلى تواصل ونزيد من قدراتنا للعمل معا، وأيضا سياسيا نحن نجري مشاورات مع البلدين. لذلك دعوت السويد وفنلندا لهذه القمة الافتراضية غدا. إذن ستكون هناك السويد وفنلندا في تلك القمة، ويكون هناك أيضا الاتحاد الأوروبي لنظهر بأننا متضامنون في حلفنا، ونقدر طبعا كل الدول في الاتحاد الأوروبي. هناك سؤال.
متى قوات الاستجابة الناتو يمكن أن تتحرك؟ هل هذا سيناقش غدا في القمة؟ أولا قبل كل شيء لقد نشرنا العديد من القوات الإضافية. هناك قوات أمريكية أكثر، قوات من المملكة المتحدة، وقوات من الدول الأخرى التي تنشر قوات إضافية إلى بولندا والدول الأخرى في الجانب الشرقي من الحلف. هناك سفن أكثر في بحر البلطيق، وأيضا هناك طائرات طبعا أكثر. إذن هذا سيستمر، وستكون هناك قوات أكثر في الشرق، في شرق الحلف، خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وهذا يمكن أن يتضمن أيضا قوات الاستجابة للناتو، ولكن أهم شيء هي أهم شيء بالنسبة لبولندا والدول الأخرى في شرق الحلف هو أنه ستكون هناك قوات أكثر في الشرق، وهناك قوات وستكون هناك قوات أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة. السؤال الأخير. الأمين العام، لقد تلقيتم معلومات الاستخباراتية في الأسابيع المقبلة وتقسمتموها وذكرتموها، هل لديكم أي معلومات عن الخطط الروسية مستقبلا؟ مخابراتنا كانت دقيقة لأنهم توقعوا وعلى مدى أشهر بالحشد العسكري وأيضا التوترات والخطط لروسيا بمهاجمة أوكرانيا، ولكن تلك الخطط يمكن دائما أن تتغير، ونحن نستمر في دعوة روسيا لأن تغير طريقها ولا تهاجم. ثم رأيتم هذا الصباح بأنها هاجمت، وذلك لم يكن مفاجئا لأن ذلك ما قالته لنا استخباراتنا وما توقعته على مدى أشهر. لقد تقسمنا تلك المعلومات وشاركناها حتى نمنع روسيا من الهجوم. لقد شاركناها ليس بشأن حشد القوات، ولكن على كل محاولات روسيا لأن تختلق ذرائع وظروفا تستعملها كسبب حتى يكون هناك مثلا بقولهم إن هناك إبادة جماعية للروس، أو مثلا أفعال تخريبية في روسيا، وذلك كله كان خطط له. ولكننا طبعا عرضنا هذه الأمور وكشفناها لأننا كنا نأمل بأن هذا سيقلل مخاطر الهجوم العسكري أو الغزو العسكري. رأينا بأنهم طبعا طبقوا خططهم وفعلوا ما خططوا لهم له منذ وقت طويل، وعلينا أن نفهم بأنه خلال كل الأسابيع والأشهر الماضية حين قالوا بأن ليس لديهم أي خطط لغزو أوكرانيا لكنهم فعلوا ذلك، ولم تكن لديهم فقط الخطط، هم حشدوا كل تلك القوات وذلك بالهدف الأساسي وهو غزو أوكرانيا. ورغم ذلك هم قالوا لنا وللعالم بأننا لم تكن لدينا خطط لغزو أوكرانيا. نعم كانت لديهم خطط، ورأينا بأنهم كانوا جادين بشأن غزو أوكرانيا كل الوقت ولم يكونوا جادين في الجهود الدبلوماسية. ما نراه اليوم هو غزو صارخ وظاهر لأوكرانيا من العديد من الجهات. رأينا من الأرض والجو وقوات من الأرض والجو والبحر تقود تلك ذلك الهجوم، وهذا طبعا خطير، وهو هجوم على دولة مستقلة مسالمة ذات سيادة، وهذه حرب على مستوى ظننا بأنها جزء من التاريخ، ولكنها الآن قد عادت وهي تشكل معاناة كثيرة للمدنيين.